طيب حكام. عايز اسال حضرتك سؤال، يعني حضرتك لو عضو في لجنه الحكام بالاتحاد الافريقي ومنتخب بلدك صدر اختياره وانت اعترضت يا سيدي جوه لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي، هل هتكتفي بالاعتراض وخلاص ولا ممكن الامر يدفعك لتقديم استقالتك من اللجنه؟ لا استقيل طبعا طبعا كابتن، استقيل لما تستقيل. بلدي اهم من اي حاجه، اهم من كرسي لو انا بس بعترض الاول، ما انا هعترض الاول عشان استقيل، لكن انت ما اعترضتش هتستقيل ليه؟ لا هو حسب ماشي اوكي، حسب المعلومات اللي عندي من داخل اتحاد الكوره ان الكابتن عصام عبد الفتاح بعد استدعائه من الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره قال ان انا اعترضت وانا واحد ضمن 9. هل الاعتراض يكفي؟ انا كنت بتكلم ان يعني لسه كنت بقول ان الاعتراض وحده لا يكفي. لا يكفي، لا انت حضرتك بتقول لي ان ما فيش اعتراض اساسا، هل انا انت عندك معلومه بكده؟ لا انا ما عنديش معلومه والله عشان ما اكذبش، انا ما عنديش معلومه، بس انا شفت كابتن عصام في بطولات قبل كده يا كابتن، بيبان يعني بيبان اذا كان العضو ده مؤثر في اللجنه او غير مؤثر، هل تفرق. عصام عبد الفتاح غير مؤثر داخل لجنه الحكام بالاتحاد الافريقي؟ حقيقه حقيقه على فكره، فعلا؟ وانا موجود، وانا موجود حتى ايوه حكم ماشي. ما هو اللي كانوا مؤثرين ايدي مايه، اللي مؤثر اللي كمدير اللجنه لينكي شونج قرر مين مؤثر، اللي مؤثر دلوقتي يا كابتن جهاد؟ لحاليا ايدي مايه كمدير اللجنه كينلي شونج، حدقه المغربي مؤثر في اللجنه، الرواندي اللي هو رئيس لجنه الحكام مؤثر في اللجنه، 3 4 اعضاء من مؤثرين يعني لهم قرار، احنا مش مؤثرين، انا بكلمك بمنتهى الوضوح كلجنه حكام يعني، لكن في الاخر انا مش دي مشكلتي، انا مشكلتي انا بتكلم ان انا طبعا بحيي الاتحاد المصري لكره القدم ان النهارده قدم او امبارح قدم اعتراض رسمي، ده هيعمل ضغط على الحكم وضغط على اللجنه وضغط على الاتحاد الافريقي، ده كويس، ده عشان على الاقل نحطهم قدام مسؤولياتهم كاتحاد افريقي وكلجنه حكام في الاتحاد الافريقي، احنا بنقول يا جماعه احنا عايزين حقنا كشعب مصري او اتحاد مصري لكره القدم، احنا عايزين في الماتش عداله، ناخد حقنا كفريق عداله تحكيميه وبس، لعيبة مش اكتر من كده. يعني كيف يتعامل لعيبة منتخب مصر مع بكاري جسامة بكرة؟ بص يا كابتن اسلام، لو حصل اعتراض للنني واللعيبه اللي حصلت الماتش السنغالي ده، الشخصيه مختلفه تماما بين جسامه وبين ماجد نضاي اللي كان موجود، يعني الاعتراض بالمنظر ده لو حصل مش هيتوانى جسامه في ثانيه، في الانذار الاصفر طلع، لو اعترض تاني هتلاقي كارت الاحمر موجود، وبالتالي احنا بنطالب الناس كلها اللعيبه بالذات في الملعب بالهدوء، بس هو عندنا القائد محمد صلاح في الملعب، الشخصيه الكبيره اللي ممكن الحكم يتاثر بكلامه او يسمع منه، هو كابتن الفريق والقائد في الملعب، هو ده اللي محتاجينه في الملعب، لما يحس ان في حاجه زي ما حصل مع الحكم السنغالي كده، محمد صلاح يعني تدخله على فكره كان مهم. انت حضرتك بتنصح بان الانفعالات اللي كانت حاصله في مباراه المغرب بلاش منها. لان لو حصلت المنظر ده تاني هتتفرج على رد فعل تاني خالص من الحكم. فعلا؟ وعلى فكره ومحدش ساعتها هيلومه. لان الاعتراض بيقابله انذار، محدش هيلومه. لكن مش هيتقابل زي ما حصل مع الحكم السنغالي، لا مش هيحصل. طيب وبالتالي هل وجود في طاقم الفار طاقم حكام تونسي، هل ده يخفف من وطأة تعيين بكاري جسامة لإدارة مباراة بكرة؟ هو من ناحية يخفف فيخفف، بس عايز اوصلك معلومة برضو، هيثم قيراط حكم صغير، حكم صغير في الاتحاد الافريقي يعني لسه ما تاني بطولة كاس امم يروحها، ما صفرش البطولة دي صفارة في الملعب، هو بالنسبة لجسامة خبرات قليلة جدا، القناعة اللي تبقى انا حكمت فار وحكمت في الملعب، قناعتي انا كحكم كبير في الملعب لما يجي يديني معلومة وراح اشوفها مش هتبقى كاملة لما يكون حكم غير ما يكون حكم كبير موجود على الفار، خدت بال حضرتك، فهتفرق كتير. انا كنت اتمنى بقى يحصل العكس، يروح هيثم قيراط يروح للماتش السنغال، ويروح جسام ويروح رضوان جيد يجي مع ماتش مصر والمغرب، كان ساعتها رضوان جيد، رضوان جيد لما شو النهارده مع المملكة النهارده لما بيجيبوا قرار، انا مقتنع بالحكم اللي قاعد على الفار، ايوه بغير قراري، ان هو لكن في النهايه حكم كبير بالظبط، لما يقول لي كلمه هسمعها وانفذ معاه، لكن لما اكون حكم صغير راجل خبراته قليله مهما قال لي انا ما عنديش قناعه بيها. قول لي هو كام حكم من القاره الافريقيه هيروح كاس العالم؟
صفاره اربع حكام. هل انت يعني حضرتك على درايه بيهم او من المرشح مين المرشحين ليهم؟ يعني هو الترتيب بيتحط في لسه بطوله كاس العالم للانديه اللي الفتره اللي جايه ديت هتحط، بس هو رقم واحد غربال هيروح، مصطفى غربال هيروح، جسامه موجود من ضمن الاربعه، موجود بملك تيسير من ضمن الاربعه، الكرسي الرابع يعني متارجح بين دالة الكونغو الديمقراطيه او نجيح السنغالي، ده الكرسي الرابع. صعب ان يكون في حكم مصري متواجد. استحاله يا كابتن، انا قلت الكلام ده من زمان واتقال كلام مخالف، الحكم المصري هيأدي لو مسكوا الضغط العالي زي ما بيقولوا. القصه يا جماعه القصه مش كلام وخلاص. لما اتقال تصريح ان الناس هتروح، الحكام المصريين عملوا اداء كويس عشان يروحوا كاس العالم، كلام مش مظبوط. انا عندي 8 حكام مرشحين. كان اعتقد تصريح للكابتن عصام عبد الفتاح حصل بس الكلام ده مش مظبوط يا جماعه. انا قلت ساعتها يا جماعه مش يعني ما نضحكش على نفسنا. انا قلت ساعتها يا كابتن اسلام الثمانيه المرشحين لو فيهم حد مش موفق هيستبعد، لان احنا بنروح اربعه. لكن مش هيخش على الثمانيه حد ثاني. يعني مش هخش على الثمانية واحد جديد، لكن انت اللي مش كويس بيتم استبعاده من القايمة. يعني بخبرات حضرتك كابتن جهاد، ليه الحكام الأجانب اللي هم كان تم الاستعانة بيهم في بطولة أفريقيا مشوا من البطولة دلوقتي؟ لأن يا كابتن التعامل بالمثل. بمعنى إن جسامة لما راح الكأس الذهبية هناك في القاره لوكانوس اللي هي الوسطى والامريكا الوسطى والشماليه، نفس الماتشات ونفس المشاركات اللي هم شاركوها هنا هو شاركها هناك. فبيوصل لغايه دور الثمانيه وبيمشي. تمام.